بقيت خليني اسالك على مباراه النهارده، تابعتها كابتن؟ شويه. ايه رايك يعني الروح، فكره الروح دي الروح مهمه جدا دي نمره واحد. وبعدين اللي عمله المنتخب في الكاميرون ادى تروح لكل الانديه المصريه، متفق معايا يعني. طبعا. وبعدين ظروف نادي الاهلي غير ظروف اي نادي، لما عنده سبعه في المنتخب ولا ثمانيه، وبعدين عنده خمسه سته اصابات، لما يبقى عنده فرقه كامله بره ويعمل المجهود ده ويعمل النتيجه دي، طبعا يشكر بلاعب فرقه طبعا جايه تاخد البطوله، فطبعا تتحسب للنادي الاهلي. خصوصا انا كابتن ان قبل كده النادي الاهلي واجه الفرقه دي مرتين وخسر منها وهو فول تيم، انما بالمجموعه دي يثبت لك انه عندنا في مصر ناشئين كتير كويسين. لو اهتمينا بيهم هيبقى عندنا فرق كتير كويسه، ودي لما يبقى عندك لعيبه كتير كويسين هتلاقي الاسعار بتخف، تلاقي اسعار بلعيبه بقاش بالملايين الارقام. كده كابتن هيبقى بالملايين ما تقلقش. نعم كده بالملايين ما تقلقش. لا بعد كده لا هتبقى قليله، ما هم بيقننوها بعد كده عندنا. مفيش تقنين يا كابتن، يعني عاوز اقول لك على حاجه، وده عرض وطلب. خد عليا والكابتن محمود عبدها موجود وحضرتك موجود يا كابتن محمد، في لعيب في امريكا في فيرجينيا اسمه ابراهيم احمد رستم، لا محمد صلاح نمره 2، ده كمان بيلعب فري، يعني بيلعب في كذا مركز، بيلعب برجلين الاثنين، لعيب كويس كويس. اعرفه وبعدين عندي السيدات بتاعته بعتها لكابتن محمد. يعني اتبعت لك كابتن عشان يجي الاسماعيلي، عشان يجي هو عاوز يلعب في مصر، عاوز يلعب باسم مصر، اتمنى انه يجي الاسماعيلي. طبعا يلعب منتخب ولا انديه؟ منتخب. هو بيلعب في 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 بيلعب في فيرجينيا في امريكا، ودراسته هناك، فهو قال لك انا مش عاوز، هم عاوزيني يلعب في منتخب امريكا، هو قال لهم لا انا هلعب في المنتخب منتخب مصر بدار بلدي. فبعت لي، فكلمت كابتن محمد وهبه، هو 2006، فكابتن محمد وهبه هيشوفه تاني، وده بنديه هديه لمصر، وهيبقى لعيب، هيبقى عندنا محمد صلاح نمره 2. انت كابتن برضه؟ انا ما بص انا يكفيني هو فخر. هو ده كابتن، هو ده. بس يا ريت هو هو ده. طبعا ابوه شغال في ده. مواليد كام يا كابتن؟ مواليد 2006. ده مستقبل مصر، ده مستقبل الكوره المصريه، ده سنه او اتنين هيلعب في الفريق الاول. ماشي. يعني زي مرموش لما جه وعمل لنا تاني كويسه. حلو جدا. ده نفس الحكايه، ولعيب كويس، وبعدين متفوق دراسته الاول على طول. ما شاء الله. بس انا حبيت اديله حقه. قريبك يا كابتن ولا حاجه؟ لا والله اقسم بالله ما قريبي، انما اقسم بالله ما قريبي لحسن الله بتكلم. هو لعيب كويس، وانا بقول ده لما تشوف لعيب كويس بتجيبه، ما احنا مسؤولين عن القطاعات، المنتخبات بتاعت القطاعات. لا وايه المشكله لو قريبك كابتن ولاعيب كويس وهيخدم منتخب مصر وهيخدم منتخب مصر؟ بقول لك محمد صلاح الصغير، وحاسبوني حاسبوني على الكلام اللي بقوله. مواهب كتير محمد صغير مصر وبره مصر، وبعدين مدربين المنتخبات بعده دلوقتي هو محمود جابر ومحمد وهبه، بصوا على اللعيبه اللي بره عندنا، يجي 70 80 لعيب بيلعبوا بره، هيبقوا يا رب كابتن ان شاء الله. طيب